أقول حاجة مفيدة قبل ما ننقل للنقطة الأهم في رأيي في الدراسة دي، واللي برضو هتفصل لنا ليه الراجل بينجذب للأخريات في كرة القدم. نرجع مرة تانية لكرة القدم، وصلاح أول امبارح كان عظيم وجاب جونين، وصلاح بيعمل حالة من السعادة كده. أو إحنا ليه بنحس ببطولة صلاح أو ببطولة أي فريق عندنا بيكسب؟ تعرفي ان حتى بيكي اللي احنا اتكلمنا، وان الستات مبسوطة عشان هو اعتزل وبتاع، في رد فعل كبير جدا من الرجالة متعاطف مع بيكي. ليه بقى؟ لان هو ايه طلع ده، انا ذكي. اتشتمت، انا اتشتمت في الحلقه اللي انا قلت فيها والف مبروك وفرحانه في بيكي من كام رجاله غير ليه طبيعي، ليه بقى عمل كده؟ عشان عارفين ان الناس احنا انتصرنا. تعاطفت معاه جدا. يا ريت نلاقي الفيديو اللي هو بيعيط فيه ده. حرام، انا شخصيا لما شفت الفيديو تعاطفت انا ما معاه، تعاطفتش. انا اصل هو كان، هو يعني هو بيعيط، تعاطفت جدا ما خدش معاه. اصل باله دي وهو لحظة بيعيط ان هو جرح مشاعر ست بقاله 10 سنين متجوزها، ام عياله، وان هو راح وايه الجبروت، جبروته يا راجل ان هو يروح يرتبط بواحده يعني تقريبا صاحبتهم او ليها علاقه باصحاب ولاده، يعني حاجه لا تعاطف معاك. يعني انا مش ما تكلمنيش، انا كلمي خلينا جمهورك اللي ننحي ممكن يتعاطف، انا القصة عن دي نفسي لا. جانبا. لكن لحظة قاسية جدا ان انت بتقرر ان انت تسيب اكتر شيء انت بتحبه. يعني احنا ياكل لسه على بنقول درسه، كرة ماما زمان القدم، قالت لنا اللي ياكل على درسه ينفع نفسه. كرة القدم بالنسبة لناس كتير هي نمرة واحد في الحياة، ونمرة اتنين ونمرة تلاتة طبعا كنجوم على الملعب او حتى كمشجعين. يعني انا بشوف نوعيه مشجعين انا بتعاطف معاهم، سواء كانوا اهلي او زمالك او اسماعيلي او بشجعوا اي فرقه، انا بحس بجد ان هم صعبانين عليا. وبفتكر نفسي وانا في طفولتي كنت كده، يعني كنت هذا النموذج اللي انا بصعب على نفسي. فده لحظه صعبه جدا. ليه بقى كره القدم الناس الستات ياخدوا بالهم وما ينزعجوش من الرجاله اللي بيحبوها؟ لانها فكره العوده للطفوله، هي بتفكرهم بطفولتهم ولما هم كانوا بيلعبوا، واللي كان عنده حلم ان هو يطلع لاعب كوره بس كذا، فبيحقق متعته في القصه. طيب.